قبل ما اطلع فاصل تعليق. التعليق واضح قوي ان حضرتك قلت دلوقتي حالا انت ليك طريقه والاستاذ عبير ليها طريقه طبعا. واذا كان التنجيم علم فلا يستطيع اثنين فيزيائيين او فلكيين يستخدموا قانونين مختلفين لاثبات نفس الحقيقه العلميه. دي نمره واحد. نمره اثنين عندي معلش هقول ملحوظه صغيره وانت الوقت ده ما لاحظتش. لا كلامك صح يا دكتور. انا الملحوظه بص حضرتك للاستاذ محمد فرعون حاطط قدامه حجر وحاطط الكاب بيغطيه وبناء عليه هو بيستند الى حاجه لا استطيع ان اجزم الا انها نوع من انواع الدجل. صح ده حقيقي. انت انا بشكرك وبحكي ازاي اكتشفتها تصدق الحجر ده ايه ده الحجر ده حجر كريم. ايوه ليه حاطه قدامك؟ انا بحب اشم ريحته. بتحب تشم ريحته؟ انت لابس ليه الدبله دي؟ لا عشان عامل ليه الناس ان انا متجوز يا راجل. بطلوا بقى تعبتونا والله تعبتونا. لا انت حاطط الحجر. لا لا يا عم الحجر ماسك حجر في ايدي حجر زي اكني لابس ختم بحجر. فكرتني بجون حراس المرمى في بعض الفرق الافريقيه ما بيحطوا تعويذه وبيدخل الجوان. طب ما شهدتش اخر وبيدخل الجوان. يبقى اذا انتصف الجدل يبقى انت فعلا بتدجل. ايوه انت كلامك صح وانت منجم. انا فلكي. انت فلكي 10 على 10 وليه حاطط انت امام تريد انت جاب نظرتين ليه؟ طيب ممكن اوضح ان والله ضحكتني يا راجل. اسمها علم التنجيم. هو الاسترولوجي معناه بالعربي علم التنجيم. انا ما بنكرش. تعالى بقى نناقش الحته دي كويس. خبيره في التنجيم. جميل حضرتك خبيره في التنجيم. حضرتك قلتي معلش تجاوبيني على السؤالين دول كده بسرعه. طب اقطع السؤالين واسمع اجابتها بعد الفاصل. اقطع السؤالين. حضرتك قلتي ان في تصادم تصادمات بين برج بين الكوكب بلوتو. مفيش حاجه اسمها تصادم. حضرتك اللي قلتي تصادم. حضرتك اللي قلتي ممكن نرجع الشريط ونشوف دي. هو اللي قال تصادم. انا قلت تنافر فلكي. ايوه فندم. دي المصطلحات. تنافر ما معنى كلمه تنافر؟ تنافر يعني في زاويه قايمه ما بين بينعكس علينا احنا بايه ده يعني؟ ايه هي الزاويه القايمه؟ بتتسبب ممكن في خلافات في عصبية في توتر. الأبراج دي فين بتشوفوها فين؟ إحنا لما بتشوفوها فين بس؟ عايز خطوة خطوة ولا بتتشاف؟ أنت دلوقتي بتشوفي بتقولي بنشوفها فين بالتلسكوب حضرتك يعني؟ حضرتك عندك تلسكوب؟ لا احنا دلوقتي بنشوف. لا يعني مين اللي قالك ان في تنافر؟ انا ممكن لو على هذا المنطق امريكيه احنا بنبدا اصل انت بتقولي ده للناس فبتقولي ايه البرج ده؟ يعني نعم دوران ثابت الابراج عشان يقربوا من بعض بياخد وقت قد ايه؟ لا حضرتك الكواكب هي بياخد وقت قد ايه؟ لا حضرتك لا لا لا. انا مش قادر اصدق. لا يوجد شيء في الكون ثابت. حضرتك فلكي؟ بيقول عليا كده. طب ازاي حضرتك ما تعرفش ده دكتور فلكي نجوم ثابته؟ نجوم ثابته دي تعريف الابراج انها نجوم ثابته والكواكب سياره. حضرتك بتكلم مهندسه خريجه علم الشمس. السماء انا بكلمك بطريقه علميه جدا. معلش انا هتكلم مع حضرتك ناحيه علميه بقى. علميا اثبت ان هو الان بيتوسع ما فيش شيء فيه ثابت. اكسبانشن ده اوف ذا يونيفرس ده تمدد الكون. ده بتقول السماء ايه بسرعه؟ السماء تدور بدليل ان النجم الثابت الوحيد هو النجم القطبي الذي يدور في نقطة ثابتة. لكن السماء بتاعتك في الشتاء غير السماء بتاعتك في الصيف. مظبوط؟ مظبوط. ماشي. اذا بتلف ولا لا؟ السماء بتلف. لكن ده معناه ايه؟ معناها ان الكلام اللي بيستندوا اليه لكن النجوم مش بتلف. ما بتستندوش. هي بتاخد على كلامها هي. حضرتك في حاجه اسمها الابراج. لا ما اختلفش. هي لا فكره. بتتكلم عن السماء بتتكلم عن الكره السماويه. هطلع فاصل يا جماعه. الناس ما لهاش في يعني المعلومات العلميه قوي. طبعا الذين يؤمنون بالابراج ما اكثرهم. ولما بيسمعوا هذا الكلام انا عندي جبهه بتقول كل ده دجل وشعوذه وسبوبه يعني عشان الناس تكسب بيها فلوس ومفيش حاجه اسمها مقاييس محدده لشخصيه صاحب او مواليد. انه لمجرد ان في ناس اتولدت في فتره زمنيه واحده متشابهه فيبقى عندهم صفات متشابهه. طب فين بقى الاراده البشريه في انه ده عنيد ولا ده فاشل ولا ده كسول ولا ده طموح؟ كل ده بيخضع للإرادة البشرية. إنما لو برج حطيني كده طب ما خلاص حطيني كسولا يعني. طب وأنا ما يبقى أنا طموحا ده حظه كويس يعني. فزي ما بيقول الدكتور هيبتدي الناس يقولك ليه يا رب ولدتيني في هذا البرج يعني.